إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، يقول الله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تعيش الأمة هذه الأيام نوعاً من الحرمان في رزقها وفي البركة، وهذه الأيام الأخيرة في منع القطر وشيء من القحط. والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، بيده خزائن كل شيء، خزائنه ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. مهما بلغ من إنفاقه على خلقه ومن إدراره من خزائنه، فإن ذلك لا ينقص ملكه، ولكنه سبحانه وتعالى يعامل خلقه على وجه يدلهم به عليه ويعيدهم به إليه لعلهم يتضرعون. إذا لم يكن الخلق على وجه يرضيه سبحانه وتعالى ويحب منهم أن يعودوا إليه، فإنه يبتليهم، ولا بلاء إلا بذنب وبالتوبة والاستغفار وغير ذلك ترفع أنواع من البلاء. عباد الله، وقد يكون البلاء سببه اجتماع الأمة أو غالب الأمة على الذنوب والتقصير، وقد يكون مجاهرة بعض الأمة بالتقصير والذنوب والمعاصي والفجور، فينال الأمة شيء من العموم في العقوبة على وجه التأديب والابتلاء. ولذلك: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. فالله تعالى قد يأخذ الأمم بالبأساء والضراء، ذلك ليتضرعوا إلى الله، ليعودوا إليه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فما أكثر ما يصلنا من عظة في هذا الكون، فإذا لم تتحرك القلوب والأعمال ولم يتضرع الإنسان رغم البلاء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فربما يقول الإنسان لنفسه:
أنا ما شاء الله محافظ على الصلاة، محافظ على الصلاح، أؤدي ما علي من واجبات، ولا يتذكر ما عنده من تقصير أبدا، فزين له الشيطان عمله. وإنما يصاب الإنسان بما كسب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ربما تجد شيئا من العافية مع كثرة الوقوع في المعاصي، فلا يغرنك ذلك، لأنه سبحانه وتعالى لا يعاقب على كل معصية، بل ما يعفو عنه في الدنيا ولا يصيبك في البلاء وكذلك في الآخرة أكثر مما يعاقب عليه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وهذا يستوجب منا شكره والرجوع إليه في حمده على فضله سبحانه وتعالى على العافية وعلى السلامة، ولكنه يعافينا تارة ويبتلينا أخرى حتى نعود إليه ونرجع ونأخذ بغرز ركابه سبحانه وتعالى الموصلة إليه. عباد الله، حينما سألت زينب رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، أنهلك وفينا الصالحون؟ هنالك صالحون، هنالك من يعمل عملا صالحا. إن كنت أنت من الصالحين فقد تهلك بسبب انتشار الفجور. لا بد من أن تعلم ما هو الواجب في حقك تجاه أمتك، أما إذا لم نعلم ما هو الواجب تجاهنا نحن فتلك هي كارثة الكوارث. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فعلى المسلم أن يتقي أسباب حجب الرحمة عن الخلق، أن يتقي أسباب حجب الغيظ على الخلق، ولنسرد بعضها اختصارا للمقام. من ذلك عباد الله الظلم والتطفيف في الميزان والكيل معنويا وحسيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ونقص المؤونة وجور السلطان عليهم. فالجور ونقص المؤونة، الغلاء في المعيشة، والسنين شدة القحط، من أسبابه ما يقع من الإنسان في الميزان والكيل والظلم والاعتداء والبغي. من ذلك أيضا ومن أنواع الظلم أيضا منع الزكاة الواجبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وسبحان الله، في هذه المعادلة أناس عندهم فضل من مال أعطاهم الله إياه، رزقهم وأعطاهم وتفضل عليهم، فضنوا به وبخلوا به فمنعوا السماء من المطر، وتجيء البهائم لتكون سببا فيه. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، فتكون البهائم خيرا للناس وبركة، ويكون بعض خلق الله من البشر شؤما على الخلق. من ذلك عباد الله أكل الحرام، فهو يمنع قبول الدعاء، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم، وذكر رجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟
وقال صلى الله عليه وسلم إذا لم تأمروا بالمعروف أو لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ترك، لأن هذا مجتمع، الفساد في بعضه يفسد البقية، أنت عليك واجب تجاه المجتمع، فإذا تركت هذا فاتق هذا السبب، وترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. هنالك أسباب أخرى، كل عمل فاسد قد يؤدي إلى، لأن الله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكل عمل فاسد قد يؤدي إلى ذلك، فلنتقي كل شر وكل سيئة وكل خطيئة، فإن فعلنا ونحن بشر فلنعد ولنرجع إلى الله، وحينئذ نتوجه إلى أسباب الإجابة. كيف نستنزل المطر والغيث والبركة والخير؟ نعود إلى الله، نستغفر، والاستغفار مجاديف السماء. قال الله تعالى عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم، فالعودة إلى الله والاستغفار والتوبة من أعظم هذه الأسباب ليرجع إلى الله. رحمة الخلق، الرحمة بالضعيف والرحمة بالفقير يا عباد الله، إن الفقراء يئنون في هذا الزمان، صاروا لا يجدون، صار كثير من الناس بعد أن كان يعطي صار يمسك، يخاف التغيرات ويخاف الدوائر. اتق الله واعلم وأنفق ينفق عليك سبحانه وتعالى، تصدق فإن صدقة مخلوفة، كما قال الله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا تمنع الخير، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وعلى المرء أن يتذكر أن ما ذكرناه من الكلام عن الزكاة أيضا هنا الصدقة سبب في العطاء، كما أنه إذا منعوا الزكاة منعوا القطر، فإنهم إذا أدوا ما عليهم فإن هذا من أسباب انهمار المطر، أنت لست أكرم من الله. تذكر هذه المعادلة، التقوى بمقابلة الفساد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالفتح والعطاء لابد فيه من استقامة، التقوى تحتاج إلى البقاء والثبات والاستمرار على التقوى، الاستقامة على أمر الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، الدعاء، دعاء المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أقول ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، عباد الله، إن من السنن المؤكدات المأثورات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين ومن بعدهم أنه في حال ما إذا أمسكت السماء يستسقون الله ويرجعون إليه بالدعاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يستسقي يدعوهم إلى الخروج يستسقون، وإما يستسقونه فيخرج بهم يستسقي لهم ويدعو الله عز وجل لهم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث. إذن كانت السماء تمسك حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف سيعلمنا لو أن ذلك ما حصل في عصره، وحصل ذلك أيضا في عصر الراشدين. فهذا عمر رضي الله عنه
وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان خليفة، كان إذا أراد أن يستسقي وجاء عام الرمادة وكان عاما شديدا على المسلمين، خرج بالناس ودعا العباس، ودعا العباس لصلاحه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمه، يقول في دعائه يدعو الله، أعني عمر يدعو الله لا يدعو العباس، يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، اللهم إن أو إن اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو. الاستسقاء، الخروج متضرعين متذللين منكسرين متواضعين، وأن يكون الدعاء خالصا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى يوما في صلاة جمعة وهو يصلي وهو يخطب في الناس، دخل رجل فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الماشية، فادعو الله يغيثنا. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، فما نزل من بره إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. فليسعى الإنسان إلى ما يقربه إلى ربه، وما لا يمنعه أو ما لا يمنع نعمة ربه عليه، وليستكثر من أسباب زيادة النعمة، وأعظم من أعظم ذلك الشكر، لقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أذل الكفرة المشركين، أعداءك أعداء الدين، ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك، ووفقهم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.